السلام عليكم، حياكم الله. نايف السويلم في سلسلة سيارة اللي نروح ندور فيها عن الفاست فود. كان في مطعم من زمان موجود عندنا اسمه بركان الجبن. المطعم هذا كان جنب بيتي، فجأة المبنى انهدم، اختفى المطعم، ما أدري وينه. اليوم شفنا وانا فيه حي لبن والمورسية. اذا انت زيي وتعرف المطعم من زمان ايام كان في العقيق، تعرف انه مشهورين مرة برجر اسمه بركان الجبن. طبيعي ان اسم مطعمهم، بس تذكرون الجبن اللي كانت تنزل كذا. اليوم يوم رجعنا لهم بعد كم سنة، اكيد في تطور، في اشياء جديدة، فراح نجرب لافا توست. بسم الله الرحمن الرحيم. هو في 7 طبقات جبن، شريحة اللحم، تقدر تاخذ اللحم او الدجاج، واربع شرايح توست، فشيء مرة 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 دسم. خلونا نذوق. بسم الله. هذه الجبنة شوفوا شلون قاعدة تمطط. يا سلام يا سلام يا سلام. قلنا لمحبين الجبن، عندك 7 شرايح جبن جوا مع اللحم مع الصوص، الخبز اللي قاعد تشوفه هم يسوونه له خصيصا مع التحميصة اللي جاية تحت. والحين تشوفون يا طويلين العمر والسلامة هذا الهدوغ. كما شفت الخبز أطرافه مقصوصة محطوطة على الفرن حتى انه يصير محمص. حطوا لك الهدوغ، الصوص، بصل المكرمة، بطاطس سعواء. هذا الهدوغ، في اشياء واجد. خلونا ناكل، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ما يتكبب، يا رب ما يتكبب. القرمشة، ثم تدخل على الطراوة اللي جوا، ثم تدخل على لحمة الهدوغ، فعلا جميلة. ينفجر في فمك الصوت حتى من تحت محمص وانت تاكل، تنزل عليه قرمش بعد زيادة. خفيف لطيف ممتع جميل. وصراحة انا اشوف في نقص كبير بالمطاعم، ما في ما تقديم الهدوغ عندنا، يعني لك عليهم. ما ادري ليش مقللين الاهتمام في الهدوغ، فالهدوغ حقهم جميل. طريقة تحضيره جديدة، ما سوى لك طريقة التحضير العادية اللي بيحط لك هدوغ اللي تروح عرفت تدخل بوفيه يا شيخ واحد مقانق، هذه كنسلة هدوغ اصلي مرتب. طبعا هذا اخر شيء اللي هو بطاطس بركان زي ما انتم شايفين. طريقة تحضيره، بطاطس فوق الصوص تشيدر يغطيها كامل، فوق الصوص تشيدر تاخذ لك بصل مكرمل، فطر، بعدها هالبينو. شيء معتاد الان وانتشر يعني، بس انه كانوا من زمان من اول ما فتحوا، فشيء قديم جدا وكان عندهم. انا صراحه بادي افلل، ناخذ لنا كذا لقمه على الطاير يعني، حرام النعمه. يا سلام يا سلام يا سلام. شوف شوف شوف، خذ لك حبه فطر، حبه هالبينو، حبه بطاطسايه، وبسم الله الرحمن الرحيم. اصبر، ما اخذت بطاطسايه، جبن ذا كله. يا ساتر، الحين في بطاطسايه، بسم الله. كذا اكتملت تجربتنا، جربنا اللافا الجميلة عندهم او لافا توست، في 7 طبقات جبن، شريحة اللحم جوا، الصوص عليها صوص بركان، و20 ريال للساندويتش. هذه واحد. عندك الهدوغ، الهدوغ نزلوا اصناف كثيرة للهدوغ، الكلاسيك منها البيكن، ومنها هدوغ امريكي مكسيكي وسبيشل وكرانشي، وحنا اخذنا الكرانشي اليوم فكانت جميلة جدا. صراحة ملينا من مقانق حقت بوفيه، كثير منكم عرفها، لا تنصبون علي، انا متاكد مريتوا على هالمرحله هذه. وفي الاخير جربنا بطاطس بركان اللي كان ب 11 ريال اللي كله جبن في جبن في جبن، عشان كذا اسمه بركان الجبن. كل الحته دي مليانه قبنه، تنوم فيه كان جنب بيتنا، ما ادري ليش خلانا وراح، الحمد لله على كل حال. المهم اللوكيشن موجود تحت في الوصف، وانصحني بمطعم ممكن ازوره المره الجايه. كما كان اسولف، اشوفكم في الثاني ان شاء الله، في امان.